شكون متوانسة يتهم الاتحاد العام التونسي للشغل، يقول هو سبب بل مساهم يعني وشريك في الخراب اللي عاشته البلاد وقاعدة تعيش فيه ما بعد الثورة، وخاصة وتحديدا في العشرية التي يصفها جزء من التونسيين بعشرية العشرية السوداء. شنو رأيك؟ والله رأيي الاتحاد ديما كان يعني داعم للسياسة، يعني من دبي حتى من الأيامات متاع الاستعمار، يعني كان داعم. عمري ما شفت الاتحاد ضد، بالعكس حافز، هو حافز بأنه الدولة يعني والسياسة عموما تتقدم، فهمتني؟ بون فما معرقلات صحيح، فما هم يحبوا يعني يعبر على الرأي متاعه، تبقينا المشكله في الناس اللي يحبوا يركبوا على الاحداث، فهمتني؟ لانهم يحبوا يعملوا مشكله ما بين السياسيين والدوله والاتحاد، فقط هذه هي الحكايه كلها راها. تبقى منظمه شغاله مهما كانت الانتماءات، يعني السياسيه والمشاكل والتجاذبات هذه وعمل وكذا ومعش، تقعد ديما هذيك منظمه، هذيك خط احمر ما عندهاش حتى يعني حتى كما نقولوا خط، عندنا برشا نباره وكذا ومورد ونعشي وقضايا وفساد وكذا، بنحاولوا باش ما نخلطوش الامور هذا بهذا. هذيك منظمه شغيله تقعد ديما خط احمر. قلت انها منظمه شغيله خط احمر، يعني هي فوق النقد؟ مش نحكيو على نقاط الضعف نتاعها، على الاخطاء نتاعها؟ النقد كل واحد حقه حر، كل واحد حر ينقد على روحه، قول ايش تحب تقول، واحد تحب تحكي داخل فساد كذا احكي على روحك، النقد حر ما مش ممنوع. لا يا اخي فقتوا به تو اكيد نمبر 1 في العشريه السوداء هو الاتحاد الشغل هاي، وهنا ما نلومش، انا نلوم على اللي يقاوم في الفساد وما ينجمش يكلمهم، خاطر وقت اللي يتحرك باش يكلمهم يخرجوهم من القصر وين في نار. باش نحكيو على احصائيات رسميه تقول انه 1,000,000 يوم عمل ضائعه في 10 سنوات من 2010 ل 2018 بسبب الاضرابات والاحتجاجات. اكيد هذا رقم انا نزيد عليه، وعلى خاطر احنا نعملوا في السياسات حاجتي بفلان قبل الاتحاد خيمه تلم الناس الكل، لا خاطر كان يعمل في العصال العجله للجماعه الاخرين، وتو كي جات الضرب فينا احنا ولا الاتحاد به وعليه. قلت انه من المفارقات العجيبه في تونس انه نحتفل بعيد الشغل في تونس واحنا بطل. هي من المفارقات باي حال عدت يا عيد، والحال عام اسوء من اللي كان. يا ما برك حالنا كي كنا 2009 2010 تو ماشيين البطاله والجريمه ونسبة الطلاق عالية، هذه كل متسبة فيها سياسات الدولة، خاطر وقت اللي تصير مشكلة في الديار مناش تصير الخصاص، والراجل كيما يشوف فرش القوت المرأة تصبر باش تمشي تشكي وتولي إهمال عيال وتولي مش عارف شنو، هذه كله يرجع احنا تو السميك نتاعنا قداش 429 دينار 429 دينار نتاع شناي تو ان برانسيب السميك الاتحاد يلزم يضرب عليه، ما يضرب هو على المواطن، اقل هنا يبدا 1,000,000 و100 هذايا السميك باش نجم تعيش مرتاح. وين احنا؟ والله وقاوم الفساد وشد فلان وفلتان كله ريق بارد، هذا ما يوكلش الخبز. الاتحاد غلط ورئيس الدوله غلط واللي شدوا 10 سنين غلط، واحنا ماشيين في الخراب. الله يرحمنا، شفت اصحاب ربك سبحانه هو اللي يغيره، اما تستنوا اللي ما في الارض مستحيل، ما عندهم حتى ميزان. العام التونسي للشغل اذا مش قاعد قائم بالدور الاجتماعي نتاعه ودوره في الدفاع عن الطبقه الشغيله، يقول القائل ما شنو قاعد يعمل؟ شنو واش قاعد يعمل؟ قاعد يعمل في السياسات، سياسه لي الدراع، سياسه حتى العصا في العجله، سياسه هذيك هي بيع وشراء، وهو يخرج ديما بطل، تمسه يقول لك انا منظمه شغيله، يوقف لك المتروات، يوقف لك الطيران، هو غدوه بعد غدوه اضراب نتاع الساده جامعيين، حجب الاعداد. والدولة وين هذه؟ ما نلومش على الاتحاد، وزير التربية وين؟ وزير الصحة وين؟ رئيس الدولة وين؟ نلوم عليهم هما، خاطر الاتحاد تقوى، تقوى خاطر الدولة ضعيفة. خاطر هو كلام والفعل ربي يجيبه. تسمع جعجعة ولا ترى طحين. من يتقاول الاتحاد، يتقول على الاتحاد بأن الشريك في الخراب في العشية السوداء، ذهنه هو الذي مليء بالخراب. الاتحاد العام التونسي للشغل وفي لمبادئه، الاتحاد العام التونسي للشغل لا يريد السلطه، الاتحاد العام التونسي للشغل يريد الاصلاح، له مطالب اجتماعيه، لكنهم اصحاب السلطه يريدون ان يحجموا دوره، يضعوه في مربع اجتماعي مطلبي نقابي فقط لكي يعيثوا في البلاد فساد. ليست لنا نخب سياسيه، ليست لنا سياسه كبار، ليست لنا عقول، الدوله تدار بالزهر وبالحظ. ودع ذلك
أنا من عام 56 من الاستقلال نفس الهموم التي يعاني منها الشعب التونسي ما زال يعاني منها الآن وسيعاني منها مع أي رئيس. علاش؟ لأنهم لم يذهبوا إلى نقطة الضعف ونقطة الخور في تونس، وهي الاقتصاد. بالاقتصاد تصلح التعليم، بالاقتصاد تصلح البيئة، بالاقتصاد تصلح النقل. هم هاربون من إصلاح الاقتصاد، لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يمسوا لوبيات المال والبنوك. أربع كعبات 20 عائلة باللس معروفين بالألقاب، اللي عنده جروند سيرفاس واضح، اللي بيع في الحليب واضح، اللي عنده طيارات واضح، اللي بيع في الأسلحة، هذاكم الكل يسيطروا على المال في تونس والشعب. ودع ذلك أن في عهد العشرية السوداء والعشرية الرمادية والعشرينية الرمادية قبلها فت بورقيبة ونحن نعاني، حتى جانا تو فترة النزاهة والنظافة ونحن نعاني. والسيد الذي يحكم الآن لن يستطيع تغيير تونس. هناك 20 عائلة افتكت تونس من الكل، لا يقدر. ودع ذلك ملهينا بحوايج بعيدة عنا، تحدي عم تنسى الشغل، ماذا يفعلون له؟ الذين كانوا في المعارضة والذين كانوا محايدين والذين لم يمارسوا السياسة يتغطوا بدار الاتحاد ويشكوا الاتحاد، وعندما يأخذون السلطة أول شيء يضحوا به هو الاتحاد العام التونسي للشغل، يحاولون ضربه تحجيمه، لكن التاريخ يلفظهم، يغلق الأبواب والشبيك في وجوههم ويبقى الاتحاد صامدا مدى الحياة. يتهمون الاتحاد بالفساد، الاتحاد ليس له، فليذهب المحاكم يجيبوا حجج للاتحاد. الاتحاد عم تنسى شغله، كان ما ياخذش موقف في الامور الاجتماعيه وفي السياسه، صدقينا التوانسه يلي يدوروا وياكلوا بعضهم. هو الاتحاد يطلب ويفك في الاجور والزيادات وتحسين الوضعيات الاجتماعيه للناس وما لحقناش، خلي تو الاتحاد يجبد روحه اللي حجموه، والله ما ندوروا ناكلوا بعضنا. لا يشوف هو الاتحاد فيه الباهي وفيه الخير، هي الدوله فيها الباهي وفيها الخير، فهمني؟ مش كلها باش تلقاها بيض، فيهم شويه وسخ، اما كومي ما نجموش نحيوها الاتحاد جمله، فهمت؟ فما ناس نازيين، ناس نضاف يدافعوا على حقوقك انت وحقوقي انا، حقوقي نحكموا على الناس الكل، بينا نحيوا الاتحاد وشكون باش نمشكوا؟ نمشوا للمركز. انت بالنسبه لك اذا انه الاتحاد عام التونسي للشغل قاعد يدافع عن الطبقه الشاغله، الفئه الشاغله؟ ايه انت والطبقه راه فما تبقى يدافع عليه وفما تبقى كان دافع وناس ما تحبش تخدم، هذوك ماذا بينا يعاودوا يغربلوا وباش تولي فما ثقه مع المواطن مع النقابه. تو المواطن ديما في مخه النقابه اللي هي السريق واللي هما ما يصلحوش، وهما تقام فيهم 10 تفتيفه ولا 20 ضروا الناس الاخرين اللي معاهم نظاف. ما نتوقعش النقابه معناتها ولا باش ياكلوا اولادهم الحرام الكل، فهمتني؟ هذا نحاولوا باش ينظفوا اللي قاعد يخرب هذايا، خاطر باش يجي الضرب فيهم هما. اذا تساند احتجاجات واضرابات الاتحاد العام التونسي للشغل اللي يقول هو قاعد يقوم بها من اجل معناتها مصلحه العمال ومن اجل تحقيق مطالب المهنيه بتاع العمال؟ انا نحب نفهم حاجه، معناتها تو باهي شنو مشكلتكم؟ معناتها تو قيس سعيد نحى النهضه وتصلحت البلاد ولا نمشوا على المدى ذهب وزدت نحينا نقابات وتنحي الاتحاد اي ومن بعد؟ معناتها انا حبيت نوصل صوتي، معناتها نمشي نشكو للمركز، نحن مثلا تعاركنا مع رفيدنا نمشوا لمركز الشرطه، المركز تمشي له على التليفون يقول لك خلي نمروك تو نكلموك، تحطي في الظهر لرواحهم هم، معناتها يقعدوا النقابات ويعاودوا يغربلوا، فهمتني؟ وينظفوا القلته، خاطر دردرت شويه القلته، ينظفها ويقعد الاتحاد ضد الاتحاد باش يتنحر. الاتحاد عام تونسي الشغل، راهي تونس مزيان اللهم صل على النبي. فوتنا قينا من الاضرابات وقينا من المشاكل نتاع معلمين ونقل وكذا، نحكي اللي كنت يا طبوبي اسمعني واغزولي. تحب تعمل حوار وطني؟ انا مواطن تونسي نحي قيس عند عجنب، خلينا نحكي مواطن تونسي. تحب تعمل حوار وطني؟ برا صلح المنظومه نتاع الفساد نتاع النقابين في الصوات، تنغطيو الفلوس نتاعنا في تونس. تحب تعمل اصلاح وطني؟ عن السياحة اللي في كتموان زادت 60.9% مداخيل تونس، وعن التمر، عن الفوسفات، عن البرقدان، عن الزيتونة. ما هو تحب معي حوار؟ ايش مع المواطن؟ تنقول لك اصلاح، نحينا الخراب بتاعك بتاع الضربات يا معلم، عيب عليك شي تعبي، البلاد ماهيش ملكك، راهي ملك الشعب. قيس سعيد حطوه رئيس، مش انت رئيس تونس، انت رئيس النقابة.
رئيس الاتحاد، وزيد نعطيك معلومه، اقل حاجه تعملها في تونس راه الشعب متغش عليك وفايقين بيك عندك، تحب نحاسبوك كما حاسبنا النهضه وحاسبنا الاخرين والاخرين والاخرين، نحاسبوك ما لك وما عليك، ومن اين اتيت بهذا ومن اين لك هذا؟ ما من الفلوس بتاع تقول لي باش فلوس عطاهم لك الشغالين مش ملكك. ونت با لو دوا الفينونس نتاع المواطنين التوانسه اللي يخدموا باش تستهلكهم ليك انت. راهو عيب عليك يا تونس الشباب، راهو انا لاج دو 62 جو سوي انا فيغ كلاسي، انا بالعربيه باش تحكي معاك راني مواطن سعيد تعديت الفتره هذيك، مش شباب، علاه ما نطلبوش البلاد خليه يخدموا، علاه يحرقوا مساكن؟ نعطيك معلومه شكون حرق؟ ما حرقوش المزمرين، حرقوا النواب الادمغه، قعدوا الفساد اللي عندك، علاه ما تحرقش انت وتخلي الشباب في تونس؟ علاه ما تهربش انت واتحادك وخلي الشباب اللهم صل على النبي والشباب يخدم راهو نستخدم راهي البلد نظيفه راهو عندنا اطارات عندنا كل شيء معلم عيب راهو عيب يا طبوبي راهو عيب راهو عيد الشغل مش عيدك انت راهو عيد عالمي انترناسيونال باش نعطيك معلومه ساعه طبوبي عندك دراسه على الجوال الزا في بولونيا اش عمل وقت عمل حب يعمل اضراب عام اش قال لهم؟ قال لهم ليس باضراب عام اصلاح البلاد قبل الاضراب العام هذا الجوال الزا بتاع بولونيا مش الطبوبي بتاع النهضه والطبيب بتاع قطر وبتاع فلان وفلتان، راهو الشعب مش ملكك. راك انت ماكش تونسي، نستعبيك تونسي، مي وتباك تخرب البلاد.